يا اخي. تعرفي وين بلاقي اوراق؟ ايه ليكو دام شباك بوفيه. شكرا. يا سلام. لك شو هالمديريه هي وشو هالموظفين؟ لا عاد استحوا على دمهم ولا خافوا الله. العمى لو واحد غيري ملعون كان مشاها هو عم يضحك، بس ما بتروح غير عند درويش اللي مثلنا بيقلعونا تقليع. شبك شبك ليش ضايج؟ احكي لي خير شو القصه؟ اخي تركني بهمي الله يخليك، ها واصله معي لهون. خير شو مشكلتك؟ احكي لي بركي بقدر ساعدك. انت ايه؟ ايه انا، لا تستخف بالمنظار. الله بيضع سره بضعف خلقه، احكي لي. اخي ابو زاهر ما رضي يمشي لي المعامله، قال مانا نظاميه 100%. وين معامله؟ ارجيني اياها لشو؟ شرف. هي شغلتها بسيطة كتير. بسيطة ما رضي يمشيها. منركب لها رجلين وبتمشي لحالها بس. اخي انا مستعد ادفع اي مبلغ تطلبه، انا محضر شنطايتي وماشي بدي سافر، وهالمعاملة لازم اخذها معي. هالمعاملة تسعيرتها طربوش، بكفي؟ بتعرف؟ ايه انا ماني مطمن لك. ليش؟ حط ايديك واجريك بمي باردة خمس دقايق بروح بوقعها وبرجع. بس انا الي شرط. إذا وقعتها رح أعطيك بدل الطربوش طربوشين، جوز طربيش، طربوش ينطح طربوش، أما إذا ما وقعتها أنا باخذ حقي بإيدي، ولعلمك أنا عضو بنادي الملاكمة، أحمد علي كلاي، يعني دير بالك، ماشي؟ ماشي الحال، قبلت. تفضل. انتظرني هون. ماشي. أنا ما قلت لك لما أجيب لي هيك معاملات غير قانونية؟ خذ معاملتك وطلع لبرا. أستاذ أمين أنا أبو رعد. بلا أمين بلا خاين، بلا أبو رعد بلا أبو برع. كف بالك عني أحسن لك، اطلع من وجهي. طيب تاخذ لك سيجارة تروق بابا؟ أنا بطلت الدخان بابا. الدخان بيعمل سرطان سيدو. شو شايف المدير العام الدكتور مأثر عليك؟ لا، دكتور المدير العام تبعنا ما له علاقة بالدخان، هو الدخان مأذي. أبو زاهر إذا معصب برجع لعندك بعد ربع ساعة، شو قلت؟ لا لا. لك هديك المرة وقعناها وما كان في غير أنا وأنت. هديك المرة شفت بعينك شو صار. المدير العام أصدر عقوبة مع وقف التنفيذ، وأنا ما بدي أعطيه مجال ينفذ عقوبته فيي. بقى شو رأيك؟ لك اللي فسد علينا هذيك المرة للمدير العام ما بقى يسترجي يجي على المديرية. شبك؟ بصراحة أنا تبت. طيب وقع هالمعاملة وبعدين توب توبة نصوحة. أخي أنا بدي توب على كيفي مو على كيفك. يخلي لك أولادك وقعها. ببوس إيدك يا أبو زاهر. يستر عرضك وقعها. شبك متآزي؟ متآزي؟ لا. بشر. طيب ما فهمت ولا انا فهمان شيء. يعني حضر لك طرابيش؟ بطلت موضة الطرابيش. اصبح اللي اول شرط اخره سلامة. شرف معك. بس لا تقوي. شرف لا تخاف. شرف لا تقوي. خاف. يمهل ولا يمهل. تفضل. اهلا وحيد. كيف سهلين؟ اهلين اهلين وحيد. طمني طمني، نجحت الخطه؟ شو نجحت؟ اكل بوكسين مرتبين. ليش هيك عملت؟ الله يسامحك، بس ما تكون عطبته. لا شو خايف عليه؟ لا تخاف لساته عم يمشي. ساعة لتجيب الأطبارة يا طلال. استاذ الأطبارة كانت ضايعة. المديرية كلها اللي ضايعة. شو هادي؟ هذا أبو رعد معين مستخدم، معناتها المفروض يكنس ويمسح، ليش ما عم يشتغل شغلته؟ الأستاذ ممدوح عفا وعينه بمكتب. لك عم تعمل لي قرار نقل لأبو رعد من هون للمرآب، بتجيب لي إياه مشان نوقعه بسرعة. حاضر استاذ. خلي الأنسي أمل تطلب لي رئيس المرآب على التليفون. حاضر. رح كمل عليه.
شو ما لقيت اريح من المرأة بتنقله عليه؟ انا بدي كمل عليه بطريقتي مو بطريقتك، اصلا انا مالي مع العنف تبعك كله. نعم لقيت المرأة معك على الخط استاذ. طيب شكرا. الو، يعطيك العافية. في مستخدم اسمه ابراد راح ابعث لك اياه، نقلته من عندي من المديرية. بدي اياك تشغله بتنظيف سيارات المديرية. يعني بده يضل عم ينظفها من الصبح للمساء، حتى لو كانت نظيفة. بدي سيارات المديرية تضل عم توج وج. ما بتخليه يهدى ولا ثانية. اسمع، إجازات ساعية إله ممنوع. إجازات عادية ممنوع. مرضية ممنوع. بدي شوفه دايماً عم يشتغل. وإذا مررت بالصدفة وشفتك مالك مشغله رح أعاقبك إلك، عم تفهم؟ أيوة. طيب أهلين. الله تاليكم قليل يا أحمد. وين عقوبتك وين عقوبتي؟ قلي بدك تكمل مسلسل ولا بطلت؟ لا شو بطلت؟ الأواعي جاهزة.